والله يا عمي أسامي أنا ساعدتك مو عجبتني، رح أطلب لك صورة أشعة للصدر. أنت انزل على هالمركز اعملها ولا تعذب حالك وترجع تجيب لي النتيجة، أنا بحكي معهم بيبعتوا لي الصورة لهون وبخبرك شو النتيجة. أوف، لهالدرجة المكنة تعبانة؟ إيه والله، وبدها مداراية كثير. شوي تاني حالك خوفتني. قلت ما كنت تخوفني أنا وصغير، يلا فرصة الواحد ياخذ بتاره. صحيح على فكرة، امبارح كنت قاعد عم رتب شوية صور بالصدفة ليك الصورة اللي طلعت معك. اسأل الله هذيك الأيام. ما سألتني من اللي صوركم إياها؟ إيه 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 أنا.